تقديرا لمسيرة بدأت منذ الصغر ولا زالت مستمرة، وأصحابها وصاحبها لم يتخطى العقدين من العمر. تكرم حركة شباب لبنان الناشط الاجتماعي والاقتصادي الأستاذ إسماعيل علي جمال، يسلمه درعه القاضي الشيخ خلدون عرايمت. إسماعيل جمال من لبنان، ابن المصرفي الكبير المرحوم الحاج علي عبد الله الجمال. توفى الوالد عن عمر 9 سنين. تحملت مسؤولية أنا بعمر مبكرة، اللي هو شيء مش سهل أبدا، بس تحت إرشاد الوالدة وعمي فراس خطيت كل الصعوبات وقدرت أكمش أشغال بي مثل ما لازم. حاليا أنا بشتغل بكتير مجالات، التركيز الأساسي هو على العقارات. بشتغل بين لبنان والخارج، خاصة بكندا ولندن ومصر. فتحت هالاستثمارات برا كرمال أمن فرص عمل للشباب المغتربين لحتى أعطيهم فرصة يشتغلوا مع ابن بلدهم. وبالآخر وعد من إسماعيل علي الجمال اللبناني الجنوبي ابن أرض المقاومة إنه علي الجمال ما بيموت. مساء الخير جميعا. باختصار بدي اتشكر حركة شباب لبنان على هذا التكريم المميز واللافت جدا تجاهي، وبتشكر حضوركم لجعل هيدي الليلة مميزة اكثر. وبخصوص الاعياد ينعاد عليكم جميعا بالصحة وبالعافية. شكرا.